مساء الخير يا حبايب قلبي. اليوم راح نعمل مسقعة. هنا عندي هذا الباذنجان الصغار، قطعته بدي الطريقة. طبعا أنا دهنت الصينية زيت، راح أحط كمان عليها فلفل رومي، وكمان راح أحط عليها شوية طماطم كرزية. راح أدهنها، طبعا أنا دهن الصينية قلت لكم زيت، راح أدهنها بشوية زيت خفيف. تقدري أنت تستخدمي زيت زيتون، أنا ما استخدمت زيت زيتون اليوم، زيت عادي. حطيت يدوب ملعقتين صغار، بس ضروري أدهنها كلها عشان لما أحطها بالفرن تتحمر تمام. عندي هنا شوية ملح وفلفل أسود، حرش فيه كل الخضار، أحطها بالفرن تنشوي. ما في وقت معين، بس لحد ما تنشوي تتحمر من تحت وبعدين تتحمر من فوق، وكذا أمورنا طيب ونكمل وصفتنا بعدين. ما شاء الله خلصت في نص ساعة، حطيتها على درجة حرارة 250 نص ساعة، وشغلت المروحة وتحمرت من كل الجهات ما شاء الله. دحين راح أضيف عليها اللحم المفروم. اللحم المفروم أنا معصجته ببصل وفلفل أسود وملح، الملح خفيف اوكي. بس اعصج البصل بشويه زيت، واحط عليها اللحم المفروم وفلفل اسود، وبس خلاص. هذه هي طريقته، اعتقد طريقته سهله وكلكم تعرفوها. راح احطها على وجه الصينيه، كمان راح احط على الوجه شويه كزبره فريش. طبعا ما راح اسيب صينيتي كده ناشفه، لازم احط عليها شويه صوص. راح أعمل صوص عبارة عن شوية صلصة، فلفل رومي أحمر، ممكن أستبدله بطماطم، بس أنا أصلاً حاطة هنا طماطم فما يحتاج إني أنا أحط في الصوص طماطم، يكفي الفلفل الرومي الأحمر والصلصة. طبعاً ما راح أحطها كلها، أحط منها يدوب ملعقتين، حبة ماجي، فصين توم، كزبرة ناشفة، وكمون، وبهار مشكل، وفلفل أسود، وطبعاً الليمون. أوكي، احنا نحبها بالليمون، في ناس ما تحط في المسقع ليمون ابدا. انا من زمان احط، وصراحه يطلع مره حلو مع الكزبره والباذنجان، يعطي طعم مره مسبك ولذيذ. حطيت الفلفل الرومي والثوم والبهارات والماجي، راح احط الليمون والصلصه، وراح احط عليها كمان نص كوب مويه عشان تمشي معايا بسرعه. صلصتي بعد ما خلطتها، بس ما حطيت نص كوب مويه، لاني في السناب اللي قبلها قلت نص كوب مويه، هي كوب مويه. اوكي، راح اشيل الصلصه دي كلها وراح اصبها بالكامل على الصينيه. راح احط الصينيه فرن حرارته 200 تقريبا نص ساعه او 20 دقيقه، لحد ما يعني تتسبك المكونات واشوفها غليت وبدات تقل كميه المرقه. هذه المسقعة خلصت، رشيت عليها شوية موتزاريلا، جبن موتزاريلا، شوية كزبرة خضراء، قدمتها مع سلطة خيار باللبن، شوية صوص أحمر، والعيش العربي، الخبز العربي اللي هو احنا نسميه الخبز اللبناني. وبس إن شاء الله تكون عجبتكم وصفتي، بإذن الله إنه تعملوها وتشكروني بإذن الله تعالى.